المشاركة ديالتنا بالنسبة لنا احنا كنزلاء هي عبارة على تقديم واحد اللوحة فنية عبارة على مسرحية بعنوان زلزال الحوز، فيها عدة فيها تنوع سميتو في الإبداعات من بين الشعر والزجل والتمثيل والغناء ككورال. شي تنعجيو لنفسنا بعد احنا الأولين، تنعجيو للعائلات تاولنا، وتنعجيو لأي واحد قام بشي مجهود، تنعجيو هاد الأعمال. الاستعداد ديال هاد الأعمال هادا تتم في واحد العملية واحد الوضع اللي مزيان، وجميع الأطر في المندوبية تيقوموا بالمساعدة ديالتنا، تيمدونا بالمساعدة وتيمدونا بأي حاجة حنا محتاجينا. بحال الاختيار ديال أي فنان تيدوز واحد الكاستينغ عبر المؤسسة السجنية، اللي عنده شي قدرات وعنده كفاءة باش يقدم شي إبداع تيختار منظم النزلاء ديال المملكة المغربية. بحالنا بحال أي مواطن مغربي، أنت تتأثر تتحس بخوتك تيعانيو هاد المعاناة هادي، تتحس براسك أنت منهم جزء منهم، خاصك تشاركهم المعاناة ديالك وتحس بيهم. فعلا تأثرنا حنا كاملين، خفنا حزننا وسميتو ما لقيناش كيفاش نساهموا معاهم الا بالابداعات ديالنا. مشاركه في مسرحيه بالدور ديال شامه حفيده ديال ام زهره اللي مات ليها جدها في زلزال الحوز. مسرحيه منها كورال، زجل، شعر، رقص. حسينا باحساس خايب، حسينا بهم، بكينا، حزننا، بقاو فينا. يعني هذا هو، ما عندناش مسدودين عندنا البيبان، ما عندناش كيفاش نديرو. هذا هو هذه هي الحاجه اللي قدرنا نساعدو بها، هي نشاركو في هذا النشاط هذا. كنشكر المندوبيه العمل اداره السجن وعاده الادماج على الفرصه اللي عطاونا باش نبرزو المواهب ديالنا داخل المسرح.